إذا تم انفتاح على دمشق من قبل حكومة يمينية متطرفة، فهذا يدخل في مفهوم ومنطق السياسة الخارجية كما تنظر إليها لوبين، وهي سياسة خارجية أيضا قريبة من سياسة فلاديمير بوتين وقريبة من فيكتور أوربان الهنغاري. كما ذكر تييري مارياني المعتاد على طريق دمشق والذي يفخر بأنه شرب نبيذ صيدنايا قريبا من سجن صيدنايا حيث مات آلاف المعتقلون، لكن العلاقة مع حزب لوبين تعود إلى الأب، تعود إلى مرحلة ما قبل مارين. يعني كأن العلاقات الخارجية خاصة علاقة مع دولة كسورية ليست مرتبطة فقط بفرنسا، هي علاقة تديرها أوروبا، الاتحاد الأوروبي، وهي علاقة أكاد أن أسميها تابعة للرغبة الأمريكية. بما أن القضاء الفرنسي حكم مرتين ضد النظام السوري في الفترة الأخيرة، يمكن أن يكون من الصعب على أي حكومة مهما كانت يمينية متطرفة أن تتوجه إلى دمشق دون أن تبرر ذلك ودون أن تتجاوز الأمر القضائي. المدخل الوحيد الذي يمكن لفرنسا أن تبرر لنفسها العودة إلى دمشق هو محاولة الضغط على دمشق للتأثير في الملف اللبناني. يعني هذا باب مقبول ربما أوروبيا وحتى أمريكيا بالعودة إلى دمشق تحت مبرر التأثير في الملف اللبناني وإقناع دمشق بالتخفيف من يدها العليا على المسار والمصير اللبناني.